حكم على الناشط السياسي أحمد دومة ب 15 سنة وبغرامة 6 مليون جنيه. طبعا شيء مؤسف، وبلد ما فيهاش قضاء، وأنا ما أعرفش أحمد، الناس كلها تعرفه يعني، ما عنديش علاقة بيه، وقريت اللي قاله، لكن في النهاية الخصومة السياسية ما تدفعش للتجبر والطغيان على الناس، لأنه ما هو كده مش هتبقى في أوطان، لا أحمد ولا عياله ولا مراته اللي اتطلقت باين ولا حد من أصحابه. أنت بتخلق جو من الكراهية المتعمدة باعتبار أن أنت ست وأنك ستدوم. نشترك في هذه القضايا كلها، سواء كان على الإخوان أو على الليبراليين، على العلمانيين، على أي صوت معارض للسيسي، بيشترك فيها الشرطة والقضاء والجيش. فدم الناس اللي ماتت داخل السجون، واخرهم حد من سينا ابو حوده، ودم الناس اللي ماتت بالرصاص بدون محاسبه ولا محاكمه، بيشترك فيه الثلاثه دول: سلطه عسكريه غاشمه، امن ومتانه مش عارف يعمل اي حاجه في الارهاب فبيدور على الناس المحتجزين قسريا، والقضاء. ويتهيأ لي فكرة انه الناس وقضاء ودرجات والكلام ده انتهت، وانتهى معاها فكرة اصلاح ما هو قائم، عشان نتفق يعني، اصل الاصلاح ده لما تكون العربية فيها مطور بتبدأ تصلح مثلا في مش عارف تعمل ايه، ضربة هي جايبة مطور، جابت مطور، فانت عمال تفكر تصلح اللمبات عشان تمشي مع حقوق الانسان، وبعدين تقول نديها لون علشان تبقى أكثر بريقا وتجيب استثمار. هي جابت مطور يا بيه، هي جابت مطور، وبالتالي كل اللي حضرتك بتشوفه ده محاولات المستميتة التي يقودها الصهاينة لإعادة تأهيل عبد الفتاح السيسي ونظامه فاشل، وما عندوش حل بصراحة. يعني أنا أكلمك بمنتهى الأمانة، عبد الفتاح السيسي ما عندوش أي حلول أخرى سوى البقاء أو الرحيل، يعني ما فيش مقدرة، لا مقدرة ولا رغبة، مفيش يا جماعة. يعني خلينا نتكلم بصراحة، انت بتروح تودي عربية سعادتك للراجل الميكانيكي اللي انت عارفه بقالك 10 سنين، بيعرف هو ميكانيكي، بتروح عند الجزار اللي انت عارفه لانه جزار يعني خلاص، بتروح لدكتور السنان عشان يعمل سنانك، وما بتروحش لدكتور المسالك عشان يعمل لك سنانك، يعني معروفة. ولا بتروح ما اعرفش حضرتك يعني بتعالج سنانك فين؟ طبعا كتير ما بيعالجوهاش. ما بتروحش لدكتور العظام عشان يعمل لك زايده. دوله عشان تقام لازم ليها سيستم وليها كاليبرز، ليها كوادر. لا يمكن في الوضع اللي احنا فيه ده انه الراجل يقول لك انا مش سياسي، انا مش عارف ايه. والغريب انه نفس الشيء قال النهارده البشير في السودان، قال نفس الشيء يا جماعه، قال يا جماعه احنا انا راجل عسكري وبعرف في السياسه وانتم فاهمين ان لا. يعني بعد 30 سنه من ايهام الناس، الرئيس راح، الرئيس جاء، الكلام ده كله، نحن نفاجئ يا استاذ، وحضرتك اكيد اتفاجئت بانه الرئيس البشير بيقول نفس الكلام اللي بيقوله عبد الفتاح السيسي. فاحنا يا جماعه امام يعني نظم مهترئة اتسع الخرق فيها على الراقع. مهما تعمل، مهما تحاول انك تظبط الدنيا تخليها يعني مبلوعة، مفيش. يعني نظام بينتقم من شاب كل جريمته ان هو يعني وقف ضد الجميع. يا اخي من حقه، ما يحبش الاخوان، ما يحبش عسكر، ما يحبش عرب، صحيح؟ عاوز تحاسبه على شتيمه ب 15 سنه؟ يقول لك ده خرب المتحف، من المتحف احنا عارفين العسكر هم اللي حرقوه. ده المتحف اللي اتحرق ده اتزع عند لميس الحديد قبل ما يتحرق، صح ولا لا؟ انت بتهزر؟ مين يهزر؟ في بلد يفترض انها عندها دوله، وجه السيسي عشان ينقذها من الاخوان وجماعه اللي هيقعدوا في السلطه 100 سنه، واحد بيرفع قضيه لإلغاء المجلس القومي اللي هو لحقوق الإنسان، اللي هو أصلا يعني ما بيعملش حاجة،
غير ان هو بيروح يتصور عشان يترجموا الصور ويروح السجون بيقول الناس بتاكل فيها بط ووز. يقول لك بنلغيه. بتلغيه ليه يا حماده؟ قال لك عشان اصله مخالف للدستور. ده عبد الفتاح السيسي نفسه مخالف للدستور. يعني عبد الفتاح السيسي داس على الدستور بجزمته لما شال صدق صبحي ولما عمل العديد من الامور المخالفه للدستور، تعيين الوزراء ورئيس الوزراء وناس من الاغلبيه وناس من خلال الكلام ده ولا بيعمل له اعتبار خالص. يعني البلد اللي بتحارب خيالها، في اتنين مصريين المانيين من اصول مصريه راحوا مصر، كلابوش طبعا، بلغوا الخارجيه الالمانيه والخارجيه المصريه عماله تقول لهم هاصم عندنا مش عندنا. انا اعرف شخصيا شاب سمعت عنه، يعني كان يعني من الجيره يعني زي ما بيقولوا، نزل مصر بلغ الخارجيه الالمانيه قبل ما ينزل، فالخارجيه الالمانيه الداخليه المصريه ردت على الخارجيه الايه الالمانيه او الخارجيه، ردت قالت لها بص الراجل ده مطلوب عندنا او هنعوزه، فاحسن له يروح. يعني مواطن مصري راجع بلده الطبيعي اللي اتولد فيه، قالوا له شوف هتدخل هنعكشك. طب تعكشني ليه يا عم؟ انا ما عنديش جريمه. قال له هو احنا كده، احنا بلد بنت كلب كده. فرجع من المطار. ده احسن حاجه، يعني ايه احسن حاجه توصل اليها؟ علم حقوق الانسان. تبقى بلدك وانت واقف على بابها معاك الباسبور الالماني، ولا تتحمل الباسبور الالماني على امك؟ طيب والله ما انت داخل. فيبقى ضابط امن دوله معاق ذهنيا يتحكم في مصير الناس. وبعدين على وزاره الخارجيه بقى انها تصلح وتقول له يا فندم بدل ما يخش عندنا ويقعدوا يقولوا احنا بننتهك حقوق الانسان خليه ايه؟ يروح. وطبقا للقانون فانه اللي معاه حتى الفيزا لو هو الماني ومعاه الفيزا فما يحقوش، ما انه مصري مصري. ده على الهامش.